السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتنا من سيرة التعلم. اليوم لقد أحضرت لكم فرض الفصل الثاني في مادة التربية المدنية، ولن أقوم بحله لأنه في مادة حفظ وليس مادة للفهم أو شيء آخر لأشرحه لكم، وكل شيء موجود في الكراس، إذن سأقرأه لكم فقط. إذن الوضعية الأولى، بين إذا كانت العبارات التالية صحيحة أو خاطئة مع تصحيح الخطأ. بدأت الجزائر بتأسيس حضائر وطنية سنة 1972. إن حماية التراث مسؤولية الجميع. كل معلم يبلغ عمره 1000 سنة يدخل ضمن لائحة التراث العالمي. التكنولوجيا الحديثة ساهمت في تطوير الحرف. يصنف التراث حسب قيمته الحضارية إلى تراث وطني وتراث عالمي. تعتبر جميلة مدينة أثرية. إذن الوضعية الثانية، تؤدي الأسرة دورا في اكتساب المواطنة. التعليم، بين دور الأسرة في اكتساب المواطنة. أذكر 4 واجبات هنا، لقد حدث خطأ في الطبع. أذكر 4 واجبات يقوم بها المواطن، ليس يتمتع بها المواطن، لأن الحقوق هي التي يتمتع بها المواطن. عفوا عن الخطأ. أذكر 4 واجبات يقوم بها المواطن. الوضعية الإدماجية، السياق، حضرت حصة تلفزيونية اتفق فيها الحضور على مفهوم المواطنة، لكنهما اختلفا حول الحقوق التي يتمتع بها المواطن فاحتكما إليك. السندات، السند رقم 1، المواطنة هي شعور الفرد بالانتماء لوطنه. السند 2، كل المواطنين سواسية أمام القانون، المادة 29 من الدستور. التعليم، اكتب فقرة من 10 أسطر اعتمادا على معلوماتك السابقة والسندات المعطاة تجيب فيها على الإشكالية. أتمنى أن تكونوا قد جاءكم هذا الموضوع سهلا، وأن تستطيعوا حله بدون الاستعانة بالكراس. وفقكم الله إن شاء الله في فروضكم هذه. إلى اللقاء.